الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء قدوة قسم ذا. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أو دعاء مسألة. الدعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. دعاء عبادتي توجه هري وعبادتي الله نبغيري هذا شرك أكبر. صلى لغير الله. بل شاء باري منزوك. صام لغير الله. الله نبغير بل شاء رجوك. حج لغير الله. الله نبغير بل شاء باري حجوك. سجد لغير الله. الله نبغير بل شاء سجدوك. شرك أكبر. شرك أكبر كذا حسابي. القسم الثاني من أقسام الدعاء. دوام قسم الدعاء. دعاء مسألة، دعاء طلب. دعاء مسألة طلب ولا دعاء طلب. أقول لك مثلا اعطني كاسة ماء، أطلب منك شيئا. لك مثلا زدر توام تجو قلاس وبركة يا در يا وسش غوارم. نعم، هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين. ده دعاء الطلب بيبدو قسم ذا. طلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله. ده مخلوقنا ده داس الشيء طلب كول شيء غبي قادر نيم غير صرف الله هذا كول شيء. الشرك أكبر. ده الشرك أكبر. ده. رجل يأتي إلى قبر. يوصل إلى قبر لرازي. يطلب منه الولد، يطلب منه إنزال الغيث. ده غينا زوي غواري بچي غواري باران تغواري صاحب القبر هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت هذا شرك اكبر دي قبر خاونت جوانده ودا كاري نشوكا ولا نش قبر كده سنگي كي الثاني ان اطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه دوام قسم هغه دي چې د مخلوق نه داس یو شي طلب وکړو چې هغه په قادر او کولای شي هذا جائز صحيح بشروط اربعه دا جائز او صحيح ده بسلور شرطونو سره ان يكون الطلب من حي لا من ميت چې دا طلب بده ژوندینې مړینه بنئ وان يكون الطلب من حاضر لا من غائب دا طلب بده حاضر نه غائب نه بنئ يعني لا يمكن ان اكون انا مثلا في الهند مثلا وانادي الولي الذي في افريقيا نو داسې نشي کېدلی مثلا چې زه په هند کې یم او ولي په افریقا کې دی زه ورته دې ځنه اواز کوم نعم الثالث ان يكون قادر لا عاجز يعني يكون الطلب من انسان قادر لا عاجز لا يمكن ان اطلب من انسان مشلول اقول له اعطني كاسه ماء بل دا چې دغه چې طلبت کیږي دا انسان باید په کار باندې قادر وي داسې نه چې هغه کار نشي کولی مثلا یو شل انسان دی دا غینې او بغوړی هغه بس دل درکی الرابع نعتقد انه سبب لا يضر ولا ينفع دريم چې کوم دا اعتقاد کول په دې باندې چې دا چاته ضرر او فائدہ نه رسي وان الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى فائدہ او نقصان دا صرف الله رب العالمين په لاس اقول لك اعطني كاسه ماء درتم یو ګلاس او برکه جئت بالماء الحمد لله ان لم تاتي به انا اتي بها وياتي به اخر اتعلق بالله ولا تعلق بالخلق کرا لرا دې کړي ډېر خدای کرا دې نکړي زب الله چې مراوا به لازم تعلق بده الله سره نه ده بنده سره مثل الدعاء الاستعانه لك هذا مدد غختلو دعاء كذا أقول لك مثلا أعلني في حمل هذا الصخرة مثال لارتوام دي قطو تقولو كزما مددوك هل يصح هذا؟ آية ده صحيح ده يصح بهذه الشروط الأربع ده بدي سلور ذكر شو شرطونه بعد صحيح رجل غارق هنا في البحر يو سلي دلتا ببحر كي دوب شو ويناديك أنت على الشاطئ أوازرتا كي أو تبا سن بغاري يقول يا فلان أغثني يا فلان راشا مدد ميوكا أوازرتا كي يصح بهذه الشروط الأربعة داهم صحيكي بدغي ذكر شيء وسلور شرطنه باندي جاء لك طالب من الطلاب قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الوظيفة يو طالب رازي يدر توي جزما شفاعته وسفارشوك جي وزيفارة ملوشي هل يصح؟ آية دا صحيح يصح بهذه الشروط الأربعة دا بدي سلور شرطنه باندي صحيح إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك والله أعلم کچرتا یو د دې سلور شرطونه هم په دې کې نو بیا د جواز نه مسله هغه شرک طرف ته ځي والله اعلم.